اهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا القوالب الشوكولا. باش نعملوا هكايا يعني كعبات شوكولاته تاع حفلات وحاجات هكايا. هوني خديت 200 غرام شوكولا نوار، حطيتها توا في الميكروويند، خرجتها شويه باش هكا نذوبها شويه باش ما تتحرقش، خاطر في الميكروويند ترد وبالكم ما تخليوهاش من الاول للاخر. بداو خرجوها وخلطوها بالسياسه، خاطر الحاجه اللي تحطوها فيها كيما هكايا تشد السخانه بالكدايره، والشوكولاته ميزمهاش تكون سخونه اكثر من اللازم سينو تتحرق وليت مطعمها مر ولا تعمل لكم الكعابر. هوني اها نقعد نحرك فيها حتى للي يذوبوا اكل حبيت هذوكم. اذا ما ذابوش وحسيتها يبست نعملها ضربه صغيره في الميكروويند بس يا ولا فوق بماغين اذا تخافوا لا تفزدوها. يعني حطيت البابي كويسون من الوطا باش اي شوكولاته تلصق فيها نحط نبردها من بعد في الفريجيدير ونحيها ونعاود نستعملها. طبعا عملت لها ضربة صغيرة هيك ترخفت هيك، نمسحها مليح. نجي هوني ناخذ الفوشة متاعي وناخو الكعبات متاع الشوكولاتة، يا يعني نعملهم بالطريقة هذه نوسع بالي بالفوشة بالطريقة هذه، وإلا أسهل طريقة اللي هي هذه نعمل هكا. بسم الله هكا نعاون بالسباتول الرزينة شوية. نرجع لهنا نجي ناخو الفوشة ونعاون بها هكا هكا هكا. هكايا ناخذ هدايا تاع الجاتو اللي بها الجاتو، هي بيدها نمسح بها هكا الزايد هكا ونقلبها هكا نخليهم على وجوههم كيف كيف. نمسح الزايد منه نقلب باش يهبط الزايد. طبعا نجيب هذه ونهبطوا الزايد. علاش قلت لكم استعملت بابي كويسون؟ باش من بعد نحطه في الكونجيلاتور نخرجه تك 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 يعاود يتكسر معايا ونعاود نحط في الشقاله ونسخن في الميكروويف. ساهله برشا. نكمل نفرخهم بالطريقه هذه ونحطهم في الكونجيلاتور في ساعه في ساعه درجين نقولوا نحنا، ونرجع نوريكم كيفاش ولاو. توا هذيا اللي قعدت لي حطيتها طويتها وحطيتها في الفريجيدير. هاهي بردت. طبعا باش نعاود نكسرها ونحطها في الشقالة ونعاود نسخنها ونخدم بها. جوست باش نوريكم معناها لاستيوس وكاها. هذه هي نعاود نسخنها ونخدم بها. اشنو هي الحشوة نتاعهم لهنا؟ قعد لي عملت كاب كيك، قعد لي منه شوية مورانج ايطاليان. مورانج ايطاليان باش نزيدها نوات كوكو، باش نزيدها نوات كوكو هكا. وتحطوا فيه الفاكهه، تحطوا فيه البينوتس، تحطوا الكاكاويه اللي تحبوا تحطوه تحطوه.
الطاوه هذيا باش نحطها في بوشيت ونعبي بها. وطاوه بعد ما حطيتها في البوشيت باش نعبي كعبات هكا. طاوة مثلا كعبات نحب نحط لهم كاكاوية هكا هكا. هوني عندي زنجبيل محلى، نحط كعبات هكا. وكعبات باش نحط فيهم امينيم بوما. انا نحب الجوز الهند دو تيل فاصون باش نحطو شايح هكا، يعجبني. نجمو تعملوه بالحليب بالمركز المحلى، ما يزي من الحلاوه لهنا. والشوكولاتة بردت صحيح، توا باش نخرجوها ونحطوها في طبق التقديم. بسم الله. شوفوا محلاها ما شاء الله. شوفوا الشكل الاخر. بسم الله. شوفوا محلاها في الحقيقة، أفتح من هكارة نكمل نخرجهم ونوريهم لكم. حاسيلو إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. طبعا نقص لكم ونوريكم من داخل كيفاش. وهذه الشوكولاتة نشوفوها من داخل كيفاش. هذه جات بالزنجبيل هكا. حاجة مزيانة. حلو واحد اخرى. هذه بال نوات كوكو وال والكريمة هايكا.